السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أرحب كل الترحيب والسرور بمقدم الأستاذ مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان لزيارة بغداد ولقاء الأخوة في الحكومة الاتحادية والقوى السياسية للتداول في الشأن الذي نحرص جميعا على أن يكون هناك أقصى ما يمكن من وفاق ووئام وحلول للمشاكل. والحمد لله وجدت بأن ما يحمله الأخ الأستاذ مسرور هي ضمن السياقات الإيجابية التي تتطلع لإيجاد حلول استراتيجية وليست تكتيكية أو تجزئية، وتداولنا في هذه المسائل وإن شاء الله نحملها إلى إخواننا الآخرين في الحكومة الاتحادية وفي الإطار التنسيقي. كما هو الأستاذ مسرور صار الاتفاق أن نجد حلولا استراتيجية نهائية وليست حقوق عفوا وليست حلول لجزئيات نجد لها حل اليوم وغدا نجدها مرة أخرى تعود أزمة. عموما لقاء جيد وأنا أشكر له هذه الزيارة وأتمنى أن تتكرر لأنها ستكون أساس لإيجاد حلول لمشاكلنا بشكل عام. يعني شكرا. هو تمت مناقشتها وهو الأستاذ ناقشها أيضا مع الحكومة والجهات المعنية ومع الفصائل، وهناك وجهة نظر ورأي أن هذه لازم تستمر لأنه موظفين وشعب إقليم كردستان لابد وأن تصلهم حقوقهم من موازنة الدولة ضمن السياقات الدستورية المعتمدة. والله أنا هكذا أرى أن هناك تحول إيجابي مثل ما سمعت ومثل ما تناقشنا مع الوفد الكريم برئاسة الأستاذ مسرور. ناقشتم انتخابات اقليم كردستان، لا. وما هي سبب عدم استجابة القوات الامنيه؟ حكومه اقليم تقول ارسلنا كافه الجداول والاسماء، السبب هل هي بغداد؟ لماذا لم تصل؟ انا شفت الموازنه اللي وضعتها الدوله الحكومه حاليا موجوده بها قضيه تخصيصات ورواتب اقليم كردستان. حول هذه الشهر سيدي ملف استئناف نفط اقليم كردستان، يعني هل حدثتوا على هذا الموضوع؟ لا والله هذا ما ناقشناها باعتبار هذه قضيه تحتاج إلى نقاش ويا الجهة المعنية التخصصية هي وزارة النفط. حول رئيس مجلس النواب ما هي لم نتحدث. ها صورت تسألني عن هل ناقشتموها؟ لا ما ناقش. رأينا كما حصل في الجلسات الاثنين اللي صار بها انتخابات ولم نوفق لفوز أحد المرشحين، فصار بها إشكالات ومشاكل وتعقيدات. صار الرأي أنه يجب أن يتفق الأخوة الطرف اللي هو من حصتهم المجلس الأخوة السنة أن يتفقوا على مرشح واحد ويأتونا بمرشح واحد ونحن جميعا نقبل مرشحهم ونصوت له. وهذا الموضوع هو أثير فورا في الجلسة التي لم توفق باختيار الرئيس المنتخب أو المقترح. الأخوة في إقليم كردستان الأستاذ مسرور مسعود البرزاني قال نحن لا نحضر إلا إذا صار اتفاق. رئيس البرلمان بالوكالة أيضا قال لا نعقد جلسة إلا إذا صار اتفاق، ونحن أيضا نؤيد أنه الجلسة ليس لها قيمة إلا لم يكن هناك اتفاق بين أصحاب الحق أن يتفقوا فيما بينهم. خلص. شكرا جزيلا.